الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية: الصلاة حق على كل من مات ومعه أصل الإسلام. قاعدة احفظها: كل من مات ومعه أصل الإسلام فالواجب الصلاة عليه. لا يجوز لأحد المسلم، لا يجوز لنا أن ندفن أحدا معه أصل الإسلام بلا صلاة، هذا محرم، حتى ولو صلى عليه واحد أو طفل أو امرأة أو عبد. لا يجوز لأحد أن يدفن أحدا من المسلمين إلا بصلاة، هذا من حق المسلم على المسلم، وهذا بالإجماع. ومن المسائل أيضا: هل يصلى على أهل البدع إذا ماتوا؟ الجواب نعم، يصلى عليهم لأنهم يموتون ومعهم أصل الإسلام، إلا إذا كانت بدعته مخرجة له عن دائرة الإسلام بالكلية، فالمبتدع الذي يكفر ببدعته يعامل معاملة الكفرة، والذي يفسق ببدعته يعامل معاملة عصاة الموحدين. فالأشاعرة والمعتزلة والجهمية و بعض الصوفية غير الغلاة، هؤلاء نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. لكن الدروز، القاديانيين، النصيرية، الإسماعيلية، القرامطة، هؤلاء الرافضة، هؤلاء إذا ماتوا لا نغسلهم ولا نكفنهم لأنهم كفار. فإذا بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر. فالمبتدع يصلى يغسل ولا ما يغسل؟ هذا على حسب بدعته. يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ على حسب بدعته. يورث ولا ما يورث؟ على حسب بدعته. في العبد الضعيف رسالة صغيرة اسمها منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع، كله مفرع على قاعدة أن المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفرة، والمحكوم بفسقه يعامل معاملة فساق الموحدين. فإذا نحن نصلي على أهل البدع ما لم يكفروا ببدعتهم، لكن اعلموا ينبغي أن يتخلف عن الصلاة عليه أهل العلم وأهل الجاه والملوك والأمراء والوزراء والعلماء والمفتون. لما؟ من باب التأديب، من باب الزجر بالتأديب كما سيأتي.